أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج والهلال الأحمر المصري عبر الفيديو كونفرنس مبادرة دعم العودة الآمنة للمدارس بمحافظة الإسماعيلية. المبادرة تستهدف تعزيز الوعي الصحي عن فيروس كورونا بين طلاب المدارس وكذلك العاملين بها. من ضمن خطة الهلال الأحمر المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد هي حملات التوعية الصحية. النهاردة في محافظة الإسماعيلية بنقوم بحملة توعية مكثفة بنستهدف فيها جميع مدارس الإسماعيلية على مدار شهر بأكثر من 250 متطوع وأكثر من 20 سيارة، وبالإضافة إلى المهمات الإغاثية والمواد الخاصة بالنظافة والتعقيم. هنقدر نعلم أو نوجه الطلبة نحو العادات الصحية السليمة، الاستخدام الأمثل للمنظفات أو إزاي تكح أو تعطس بطريقة سليمة. هدفنا هو إن احنا نجعل الطالب سفير للتوعية الصحية لزمايله ولمدرسينه وللبيت بتاعه. هننزل مدرسة، هنعمل توعية صحية في المدرسة، هنعلق إرشادات وقائية في كل أدوار المدرسة، وكمان هنوزع هايجين كيتس على كل الأطفال الموجودين في كل المدارس. احنا النهاردة نازلين هنعمل حاجتين أساسيتين. أول حاجة هي التوعية، توعيتهم بإيه أصلا فيروس كورونا وإزاي يقدروا يحموا نفسهم خصوصا كمان مع رجوعهم للمدارس. تاني حاجة هي ان احنا هنوزع عليهم او على بعض منهم حقيبة نظافة شخصية.